هذا سائل يقول: هل يجوز أن يطلق في حق بعض المغنيين ممن ماتوا على خشبات المسارح الغنائية أنه المناضل وشهيد الفن؟ هذا كلام ما هو طيب. الشهادة ما يحكم لأحد أنه شهيد إلا من حكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. والمغني إذا كان أنه يحافظ على الصلاة فإن الغنى يعتبر معصية، يعتبر معصية، والضرب بآلات اللهو يعني معصية وكبيرة من الكبائر، لكن لا يخرج من الإسلام، يعامل معاملة المسلمين، إلا إذا كان عنده شيء ينافي الإسلام مثل ترك الصلاة أو شيء من نواقض الإسلام فهذا يحكم بكفره. أما ما دام أنه محافظ على صلاته ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا ظهر منه شيء يناقض الإسلام، فقضية الغنى والمعازف والأشياء هذه والفن هذا معصية محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، لكن لا يخرجه من الإسلام ولا يمنع الدعاء له والصلاة عليه إذا مات. نعم.